أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. إسلام أن يقدم لكم هذه المادة. تنشي القرآن وتنقاش ما حدا لي عجي جور النغ القرآن أعداء الله نغينت القرآن قينا نخدي أثن تاير في رحي أثن قذيا بيرو أثن غاخي نيموثن نشي ندى واسن فهم ندى وانت عجي جيو نيموثن جمعت غاخاس القرآن مين دي ثغا ينفع قمارة دي ينفع القرآن دي ينفع ندى ما القرآن يسكيث ربيه غاخي نيموثن أو شما نغدى لي لا ينسر من أخنغ والله ما ذي ينفع واقسموا بالله ما ذي ينفع والذي خلق محمد ما ذي ينفع فوق منبر رسول الله جد جغماء القرآن ما ذي ينفع النموذ ما يمي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم نسير خز الجمعة الماضية انقطع عمله ما ريموث ابن آدم صافي العمل نسير نقطع استثناد ثلاثة حوايج من بلهم ولد صالح مش تحنجا نغدا حنجا ما لا يسرع يدعو ياش حسن زي ما خاك غان القرآن ديجا واش ينفع نشي نازم زي التلفزيون انت بلعي الزيس من يبدأ البرامج انت الفازة زي التلفزيون غا شوي القرآن بلع الزيس القورة شوي القرآن ثم كمريت للابويا فادن ذي عيان في مهارين تعيان الخالط وينه واه وجل استهزاء زي القرآن أمو دخل القرآن ينزل القرآن ينزل في ربي مين ما حدا نحفظ في عشران الآيات زي سيخدم ها ونحفظ القرآن وزي سيخدم ووحفظ القرآن وذي جنتقل يعني تخيخ في النص تحفظ عشران الآيات خدم الزي سنت أتو يعني أقشو مقام.